الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان آخر مجلس قول الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبب نزول هذه الآية ما سبق معنا، أن شاس ابن قيس من اليهود أراد أن يفرق كلمة المسلمين بتخطيط من أحبار اليهود ورهبانهم ليعيدوا العرب إلى الجاهلية وليجعلوهم أعداء بعضهم البعض، ينشرون بينهم العداوة والبغضاء لتقوم الحروب بينهم وينتفع بذلك اليهود. وتقدم معنا أن شاس بن قيس أرسل من يوقع العداوة بين الأوس والخزرج ويذكرهم بأيام الجاهلية وما قالوه من الأشعار، ولما ذكر ذلك حمي الطرفان وتخاصموا وتنازعوا وعلت أصواتهما، ثم اصطفوا للقتال وأخذوا أسلحتهم، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي من بيته وهو يجر ثوبه، ما انتظر يلبس بالبيت، طلع هو عم يلبس وهو في طريقه، وأتى إليهم فوعظهم وذكرهم بالله وقال: الله الله، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ يعني أنا لسه موجود وبدأت الجاهلية تدخل بيناتكم. ووعظهم عليه الصلاة والسلام، فكلهم ردوا سلاحهم إلى ما كان عليه، ثم تعانقوا وبكوا، وألف الله بين قلوبهم، فأنزل الله هذه الآية يدعو فيها أهل الإيمان إلى الألفة والمحبة والتعاون والتآخي ونبذ البغضاء والعداوة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهنا هذه الآية الله عز وجل بيّن فيها للمؤمنين التقوى حق التقوى. المراد من التقوى هنا أن يتقوا العداوة فلا يميل إليها، ويتقوا البغضاء فلا يقع فيها، ويتقوا التفرقة فيكونوا متآلفين ومتحابين، ويتقوا العداوة والبغضاء فيما بينهم ليكونوا أحباب بعضهم البعض
متعاونين متآخين ينبذون الأحقاد ويتركون الخصام ويبتعدون عن تفريق الكلمة والانقسام فيما بينهم. هذه التقوى التي أرادها الله. يا أيها الذين آمنوا، والإيمان هنا هو الإيمان الابتدائي وليس هو الإيمان الناضج النهائي، لأن الإيمان في نضوجه لا يبقى في القلب غل ولا حقد ولا انفعال ولا تأثر. الإيمان الكامل صفاء روح وطهارة قلب ونقاء ضمير، يسامح الخلق فيما أخطأوا ويعفو عن المذنبين وعن الخطائين ولا يصيب أحدا منهم بأذى منه. يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أيها المبتدئين في الإيمان، اتقوا الله حق تقاته. تقوى الله حق تقاته هو ما ورد في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. هذه الصفات الثلاث هي تقوى الله حق تقاته: أن يطاع فلا يعصى. فإذا حصلت معصية فمعناها أن التقوى ليست بناضجة وليست بكاملة. أما التقوى الكاملة هي أن يطاع الله في جميع أوامره فلا يعصى بترك أمر من الأوامر. امتثال الأوامر واجتناب المحارم، فلا يرتكب نهيا ولا يخالف أمرا، فهو يمتثل أوامر الله كما أمر ويترك محارم الله كما نهى. أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، أن يكون العبد دائما ذاكرا لله في كل أحيانه وفي كل أوقاته، يذكر الله ذكر الهيبة والجلال، ذكر العظمة والقدرة والكبرياء، دائما يذكر الله كأنه حاضرا معه. هذا الذكر الذي يحجب الإنسان عن معصية الله ويبعده عن مخالفة شرع الله سبحانه. ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، أن تشكر نعماء الله سبحانه على كل نعمة أنعمها عليك، فلكل نعمة شكر، وكل نعمة قل شكرك عليها فهي معرضة للزوال، معرضة للانتقام: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني إذا تركت الشكر إن عذابي لشديد. فالله عز وجل ربط الزيادة بدوام الشكر، فإذا لم يوجد الشكر فمعناته ما في زيادة إذا لم يكن هناك نقصان وذهاب للنعمة التي أنعمها الله تعالى عليهم. المؤمن يسمع مثل هذا الحديث، لكن كيف يطبق هذا الحديث؟ يحتاج لتطبيق هذا الحديث الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا أحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا صادقا وجد تطبيق هذا الحديث تطبيقا سهلا، أما إذا لم يكن هناك حب صادق فيجد أن طاعة الله بلا معصية
وذكره بلا نسيان وشكره بلا كفران يجده أمرا صعبا. لا يذلل الصعوبة يا إخواني إلا محبة الله. من أحب الله وأحب رسول الله تذللت له كل الصعاب، أما من لم يكن على مستوى الحب فيرى الأمر الصغير صعبا، أما المحب يرى الأمر العظيم سهلا. من هذه الرواية نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه لنا الإمام الحاكم وابن عساكر عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون أي أهل الإيمان أفضل إيمانا؟ يلي الله عم يناديهم يا أيها الذين آمنوا، مين أفضل الخلق إيمان؟ أتدرون أي أهل الإيمان أفضل إيمانا؟ قالوا: يا رسول الله الملائكة. هذول أفضل الخلق إيمان لأن الملائكة يشهدون في حالة شهود وقرب إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: هم كذلك ويحق ذلك لهم. إلنا الحق أن يكونوا أفضل أهل الإيمان، وما يمنعهم يعني أن يكونوا من أفضل أهل الإيمان، وقد أنزلهم الله المنزلة التي أنزلهم بها. الله جعلهم من حملة العرش، جعلهم راكعون ساجدون قائمون ذاكرون لا يفترون، يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون. ليش حتى ما يكونوا أهل الإيمان؟ ثم قال النبي: بل غيرهم، يعني ما هن أفضل أهل الإيمان مع أنه مقامهم قرب إلى الله عز وجل وتسبيحهم وعبادتهم، لكن ليسوا هم. قالوا: يا رسول الله، فالأنبياء هذو الأفضل، أفضل الناس إيمانا الأنبياء الذين أكرمهم الله تعالى بالنبوة والرسالة. قال: هم كذلك، الله اختارهم للرسالة والنبوة ويحق لهم ذلك، لهم الحق أن يكونوا من أفضل أهل الإيمان. وما يمنعهم، وقد أنزلهم الله المنزلة التي أنزلهم بها. أنزل عليهم الوحي وأنزل عليهم الكتب وأنزل عليهم الأنوار والتجليات، ليش حتى ما يكونوا؟ بل غيرهم، ما هن صلى الله عليه وسلم الملائكة، لا، الأنبياء كمان لا. قال: قلنا: فمن هم يا رسول الله؟ إذا ما كانوا الملائكة ولا كانوا الأنبياء، مين هن أفضل المؤمنين إيمانا؟ قال: أقوام يأتون من بعدي في أصلاب الرجال، لسه ما خرجوا من الصلب، في أصلاب الرجال، فيؤمنون بي ولم يروني صلى الله عليه وسلم، فيؤمنون بي ولم يروني. أنتوا هلأ آمنتوا برسول الله أنه مرسل من عند الله بالحق، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وصدق في تبليغ الرسالة، يؤمنون بي قال ولم يروني. هي أول صفة من صفاتهم. صفة ثانية
قال ويجدون الورق المعلق، حديث مكتوب على الحيط، ورقة كاتبين حديث وعلقوه على الحيط، بيجي بيقرأ الحديث وين؟ على الحيط. يجدون الورق المعلق فيعملون بما فيه، بيقرأ حديث بيقرأ حكمة فيعمل بهذا الحديث أو بهذه الحكمة، فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيمانا، أفضل أهل الإيمان إيمانا. يعني إن شاء الله بتصيبكم، تصيبكم هالهدف هذا إن شاء الله إلكم. يعني إذا وجدنا حديث أو حكمة بورقة معلقة على الحيط أو على اللوح، فننتفع بها ولا منقراها ومنمشي؟ فاللي بيقرأها فينتفع بها ويعمل بما فيها فهذا من أفضل أهل الإيمان إيمانا. يعني هذا ما اجتمع بالنبي ولا التقى بالرسول ولا رأى أنوار النبوة ولا أنوار الرسالة، لكن رأى حديث من أحاديث النبي، حكمة من حكم النبي عليه الصلاة والسلام، فعمل بها، ما بس قرأها، قال فيعملون بما فيه. فإذا صار لك معلم وكتبت الحديث وعاهدت أن تعمل بالحديث فأنت من أفضل أهل الإيمان إيمانا. مع ذلك ابني اوعى تشوفوا حالكم، إياك أن تفتخر. نسأل الله أن يجمعنا بنبينا على حوضه المكرم فنشرب من حوضه شربة هنيئة، ثم نسأل الله أن يجمعنا به في الجنة. إذا صارت هي فوالله أني إياكم يا ابني، وإذا ما صارت والله لو مدحت حالك قد ما مدحت ما بتوفي. سيدنا عمر رضي الله عنه على ما أوتي مما أنعم الله عليه من نشر الإسلام وتمصير الأمصار وإكرام الأيتام، وجعل الإسلام رغم ذلك عندما طعن رضي الله عنه وأرضاه وعرفوا أنه سيموت، اجوا بشروا قالوا له إن إياك الله فتح البلاد فيك وأنت الله أعطى والله والله جعل فيك، فقال لا تمدحوني، فوالله إني لأرجو الله أن أخرج من الدنيا لا لي ولا علي، بركي بطلع من الدنيا لا لي حسنة ولا علي سيئة، أطلع راس براس، بس طالب وحدة واحدة فقط اللي طلبها، قال وأن تسلم لي صحبة رسول الله، ما بده أكثر من هيك. حسنات ما طالب، سيئاته الحسنات تطلع واحدة بواحدة، ما أنه وين سيئاته رضي الله عنه وأرضاه، كان على أكمل الكمال، لو كان بعدي نبي لكان عمر. مع ذلك قال بتمنى أنه أطلع راس براس، لا لي حسنة ولا علي سيئة، بس واحدة أن تسلم لي صحبة رسول الله. فهذول أهل الكمال عم يطلبوا يا ابني واحدة. فإذا كان لحنا النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا هالكرامة هي والهدية هي، فكل واحد منا يعمل بما يتعلم. العلم يا أحبابي لا ينفع إلا إذا عمل به، أما إذا تعلم الإنسان ولم يعمل فالعلم حجة الله عليه. لا بد من أن تعمل بما تتعلم. يا أيها الذين آمنوا كونوا من المؤمنين. أنتم آمنتوا الآن بوحدانية الله، أن الله إله واحد في تقديره في تدبيره في ذاته في صفاته، واحد لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله أتانا بالهدى ودين الحق فآمنا به وصدقنا. بقي عليكم ما تسمعون من حديث رسول الله
أن تطبقوا. فالحديث الصغير حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. احفظوا هالثلاثة، اجتهدوا اطبقوا هالثلاثة، أن تطيع الله في كل ما أمرك به، وأن تجتنب كل ما نهاك عنه. إن فعلت ذلك فأنت تقي من الأتقياء، وهنيئا لأهل التقوى. إن الله خلق 100 رحمة أودع منها رحمة في الدنيا، وادخر 99 رحمة إلى يوم القيامة يرحم فيها أهل التقوى. فإذا كان يوم القيامة ضم إليها رحمة الدنيا، فرحم أهل التقوى بها. فحتى تنالوا من هذه الرحمة فلا بد من التقوى، والتقوى من الوقاية. التقوى معناها من الوقاية، يعني أن تتقي معصية الله بطاعته، أن تتقي محارم الله بمراقبته، أن تتقي خشية الله، أن تكون صاحب تقوى بخشية الله لئلا تقع في معصيته. فدائما التقوى وقاية. كما أقول لكم الآن دنيا شتاء، حتى ما تبرد تتخذ وقاية، بتلبس الصوف، تتخذ وقاية بتشعل الصوبيا، فالصوبيا وقاية من البرد، والصوف وقاية من البرد. فأنت اتخذت الوقاية، البرد ما بيصيبك. أما إذا أخي اتركها لله، واللي الله ببرده ببرده، اللي الله بده يدفيه بيدفيه، وتم بالنصكم وطلع بده ينام على السطح، هذا صاحب تقوى؟ لا، هذا ما صاحب تقوى. والتقوى يا أخواني، لا تظنوا أن التقوى هي كثرة الصلاة أو كثرة الصيام، لا يعني. التقوى تدخل في كل حركة من حركاتك في حياتك، كل حركة إلها تقوى. طعامك له تقوى، وشرابك له تقوى، وكسوتك ولباسك له تقوى، مشيك في الطريق له تقوى، مجالستك للخلق إلها تقوى. فكل واحدة لها تقوى. وكلمة التقوى في القرآن مرت بعشرات الآيات، ولكل آية معنى، لكل تقوى في القرآن لها معنى غير المعنى الثاني. فعلى حسب الآية ونسق الآية التي قبلها أو بعدها يأتي كلمة التقوى. فمثلا التقوى في الطعام، تقوى الله في الطعام، أن لا تأكل إلا إذا جعت، ثم إذا أكلت أن لا تشبع، أن تقوم ونفسك تشتهي الطعام، هذه تقوى الطعام. فإن فعلت ذلك لم يصبك بلاء ما دمت حيا، بالتم محافظ على صحتك من غير مرض. إذا شربت، أن تشرب 3 أنفاس وأنت قاعد، كاسة 3 أنفاس وانت قاعد، بين النفس والنفس تسمي الله تعالى وتحمد، بسم الله تشرب الحمد لله، بسم الله الحمد لله، 3 أنفاس وتمص الماء مصا، هذه تقوى الشرب. أما إذا غبيت الماء غب فلا تقوى لك في شرب الماء، وما في تقوى، لأن غب الماء غب يورث مرض الكبد، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الكباد من العبد، يعني من غب الماء، فهذا ليس بتقوى. ماشي في الطريق، السنة في الطريق والتقوى في الطريق، أن يكون بصرك في موضع قدمك، هي تقوى الطريق. فإذا مشيت في الطريق ورافع بصرك ما عم تطلع محل إجراك، فتزحلقت، انكسرت إيدك، انجرحت رجلك، فأنت مذنب خطاء، والزلة هي مقابل الذنب اللي ارتكبته. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من زلة قدم ولا خدشة عود ولا اختلاج عرق إلا بذنب.
الزحليه هي ذنب لأنك ما نظرت في موضع قدمك، وما يعفو الله عنه أكثر. فحتى يكون الإنسان صاحب تقوى في الطريق بده يتعلم تقوى الطريق، تقوى المجالسة، تقوى الصحبة، تقوى البيت، في البيت تقوى، تقوى الوالدين، التقوى في بيعك وشرائك. فكل حركة من حركاتك يدخل فيه التقوى. فإذا الله عز وجل عم يطلب منا اتقوا الله حقا تقاتل، لما نزلت هذه الآية الصحابة رضوان الله عليهم قاموا الليل كله، أحيوا الليل كله يتقوا الله حق التقوى. فكان أحدهم لا ينام من الليل إلا خفقة أو خفقتين، هو قاعد رأسه خفقة ويبدي فز يظن حاله أنه ينام الليل كله، أو خفقتين ثم يقوم فانتفخت أقدامهم، يعني صار في ضعف بالقلب، ما عاد سحب الدم من الرجلين، انتفخت أقدامهم وتورمت. سنة كاملة تموا عم يصلوا طول الليل والنهار، بالنهار عمال وبالليل متعبدين متقربين إلى الله، حتى أنزل الله عز وجل واتقوا الله ما استطعتم. لما نزلت هذه الآية كانت رخصة للمسلمين على قدر الطاقة، أما سنة وهم قائمون في عبادة حق التقوى ليؤدوا حق التقوى لله تعالى. فإذا التقوى، حق التقوى هي امتثال أمر الله كما ينبغي حق الامتثال. كيف تمتثل أمر الله تعالى؟ قدر لو كنت عند مدير أو عند وزير فأمرك بأمر، يا هل ترى كم تنفذ من هذا الأمر؟ ينفذ كله ولا نصه؟ ينفذ كله، لأنك عند واحد بده يعطيك معاش لك تأخذ أجرتك، فالله هو المتكفل لك برزقك، متكفل لك بالحياة. فإذا أمرك فامتثل أمر الله على الوجه الأتم الأكمل. وكمال التقوى أن لا يصيبك ملل من طاعة أو عبادة، لا ملل ولا تململ، متى مليت فأنت لست بصاحب تقوى. لذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام وضع قانون التقوى، ابني قانون التقوى الحالة الوسط، خير الأمور أوساطها. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم التشدد في الدين، يسروا ولا تعسروا، وما شاد الدين أحد إلا ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فيسروا ولا تعسروا. لذلك ما أحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيد العبد في طاعاته بحيث يضيع عليه دنياه. دخل النبي المسجد فرأى في جانب المسجد حبلا ممدودا في الزاوية، فقال النبي لمن هذا الحبل؟ قال هو لزينب، يعني زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، إنها تقوم من الليل حتى إذا تعبت تعلقت به عشان ما تنام، تعلق فيه حتى ما تنام حبا في الطاعة والعبادة. فقال النبي حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. عم تصلي وأنت نشيط، شفت حالك انعست قال لك روح نام، روح نام، ونومك أفضل من عبادتك اللي بدك تصليها. فلعلك تقوم لتناجي الله فتسب نفسك، ما بتعرف شو عم تقرا. فصلى الله عليه وسلم الاعتدال في العبادة والطاعة، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التعمق في الدين. التعمق بده يصلي كتير، بده يذكر كتير، بالاعتدال يعني. ما في الدين إنسان
يزيد تعمقه في الإسلام من أجل طاعة الله. فمن قال لك من غير ملل، والله تعالى لن يقطع عن العبد الأجر ما لم يتوقف العبد عن العبادة. فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني لا يقطع عنكم الأجر والثواب والعطاء ما لم يتوقف أحدكم عن العبادة. متى ما مليت وقفت أنت أطعت العبادة عن نفسك. فلذلك قليل دائم خير من كثير منقطع، ركعتين على طول أحسن ما تصلي اليوم 10 وبكرة ما تصلي شيء. دائما خليكن خير أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل صلى الله عليه وسلم. فهي التقوى أن تقوم بحالة وسط. في الناس بياخد ورد، بيستعمل ورد، هذا بيسحب مثلا 1000 لا إله إلا الله و1000 صلاة على النبي و1000 ما شاء الله، أول يوم ثاني يوم ثالث يوم نزل الرقم، رابع يوم نزل الرقم، جمعة زمان ما بشوف إلا بعدين وقف ما عاد اشتغل. هذا غير فقيه في الإسلام وغير متعلم وغير تقي. أما التقي بياخذ ورد يحسن يتمم عليه كل حياته 100 لا إله إلا الله و100 صلى على النبي، وخليك عليها إلى آخر حياتك. أفضل ما هلا تشتغل 10,000 لا إله إلا الله وبكرة 500. الله يحب العمل المستديم من غير انقطاع. ابن سيدنا عمر ابن العاص رضي الله عنه كان من كبار علماء الصحابة، كان يصوم دائما صيام. فالنبي بلغه قال له هذا ما بيصير، إنك إن أدمت الصيام نقهت نفسك وغارت عينك، يعني عينك بتفقد بصرها، ما بقى في إلها غذاء، ونفسك ما عادت تميل إلى الحياة، تترك الحياة. فصم كما أصوم. قال له إلك اقتداء فيي، أنا بصوم 2 وخميس، صوم أنت 2 وخميس. فقال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. شباب، هو عم ينظر لحالته بالشباب، النبي عم ينظر إنه هذا ورد بده يتم معك للموت لآخر حياتك، بكرة بتختير، وإذا ختيرت ما بتحسن. فقال له صم 2 والخميس، قال له أطيق أكثر من ذلك. النبي قال فصم صوم أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. النبي قال ولا خير فيما هو أكثر من ذلك، يعني بدك تطلع أنت أعظم من الأنبياء ما في خير أكثر من هيك. فعاهد على ذلك وحصل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لما كبر فقد بصره، عمي. النبي قال له غارت عينك، فقد البصر وكبر ما عاد حسين يصوم. فكان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله. لكن عاهد خلاص ومات وهو صائم، معاهد ما عاد ممكن يرجع عن العهد. كان يعرف العهد والبيعة بيعة حتى الموت، ما ممكن يتراجع عنها مهما كان. فالنبي ما هان عليه انه يتحمل كل هذا، كل ذلك اعتدالا منه صلى الله عليه وسلم. ومرة عليه الصلاة والسلام واصل الصيام، صام ما فطر، كمل لتاني يوم. فالصحابة عم يقلدوا النبي، النبي قال لهم إنكم لستم كمثلي، أنتوا افطروا لا تقتلوا فيه، إنكم لستم كمثلي، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. أنتوا ما عندكم هالاستعداد. لا، واصلوا. فالنبي واصل فيهم ثالث يوم حتى يورجيهم شلون.
من أجل نصيب أو كرامتهم إجا رابع يوم إجا العيد، يعني يوم لا يصح في الصيام. النبي قال: أما لو لم يكن هذا اليوم لواصلت فيهم الصيام حتى أعلمهم أنهم ليسوا كمثلي. ما بيحسن تحسن عليه، النبي بيواصل جمعة بيواصله وما في مانع، أما أنت لا. كل ذلك مشان النبي علمنا أن التقوى هي اعتدال يا ابن، اعتدال. واحد عند الدراسة عند الفحص بيسهر كل يوم، بيسهر للصبح، خطأ يا ابني ولن تنجح، خطأ. بدك تسهر بعد العشاء ساعة ساعتين ونام بكير وفز قبل الفجر صحيان ودروس على وعي، وهذا أفضل. أما بيصحى بالليل بيسهر بالليل الصبح بينام بينزل على الفحص هو نعسان، مجرد ما يقعد حتى يكتب ما بشوف لنام، ما عاد عارف شو بده يكتب، صفر رسب. والله ما تحططين علي، لا أنت مخطئ. والرسوب هذا جزاء وفاقا، هذا الجزاء لأنك عملت بخلاف شرع الله. قال الله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. أنت عملت الليل لباسا والنهار عملت الليل معاشا والنهار خربطت. فلذلك بدك تدفع، بدك تدفع القيمة من كرامتك ومن حياتك. فلذلك التقوى يا أخواني ما هي بس الصلاة والصيام، كل واحدة بدها تقواها، بدها تقواها. من دعاء النبي كان يقول: اللهم آت نفسي تقواها. النفس إلا كمان تقوى، تقوى النفس أن تحجزها عن معصية الله وتجعلها دائما في حالة مراقبة لله، أي من تقوى النفس. فالتقوى اتقوا الله حقا تقاتل. التقوى اللي نحن عم نحكيها الله بيّننا بالقرآن أنها لا تكون إلا بعد الإيمان. بدك تصير من أهل التقوى، هذا ما بيكون إلا بعد ما بتصير مؤمن. ومتى يكون الإنسان مؤمن؟ الإيمان لا يأتي يا ابني من الجدران، الإيمان ما بيجي من التريات ولا بيجي من السجاد. الإيمان بدك مؤمن تحبه وتصحبه وتجالسه حتى تتغذى بالإيمان منه. فسيدنا أبو بكر صار مؤمن لحاله ولا بصحبة رسول الله؟ وسيدنا عمر شلون صار مؤمن؟ بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. وانت كمان بدك تصير مؤمن، بدك تصحب المؤمن، بدك تحب المؤمن حتى يصير يسري الحب من قلبه إلى قلبك، من نورانيته إلى نورانيتك، هكذا حتى يبدل فيك الصفات والأخلاق والميول والأهواء، هذا الحب. أما أن يظن أن الإيمان مجرد ما يمسك المسبحة أو يقرأ القرآن أو يصلي وصار مؤمن، لا يا ابني أخطأت الطريق، أخطأت الطريق. لا يمكن يا ابني الإنسان أن يكون طبيبا بمجرد قراءة كتب الطب. لو قرأ كتب الطب شو بيفهم منها؟ ما لا حيفهم شيء، بيصير طبيب. فأنو أعظم؟ الإيمان أعظم، المؤمن أعظم ولا الطبيب؟ أنو أعظم؟ المؤمن. الطبيب كل دراسة مشان يأمن لقمة أكل هو وعياله يعيش حياته مرفهة، بيتعب بيهلك حتى بس يعيش الحياة شوي مرفهة. أما المؤمن، المؤمن هو الذي يبني دنياه ويبني آخرته، المؤمن الذي يكون أسعد الخلق في الأرض وأسعد الخلق في السماء، هذا المؤمن. هذا أغلى من 500 شهادات. حتى تصير مؤمن بدك يا ابني مؤمن. فما ممكن يتعلم الواحد مصلحة بدون معلم، ولا علم بدون
معلم. الدين شلون بده الواحد يتعلمه لحاله؟ هذا بيشتري كتاب تفسير بيقول أخي أنا بقرأ فيه خلاص نصير، وهذا بيشتري كتاب حديث إنه نحن قرينا على مذهب يلي بده يقرأ. أرى بعض الضياء كان الخطيب ضايع يعني نازل فيه على الشام، الإمام هنيك والخطيب شو بيسموه خطيب، فكان نازل على الشام مات ميت عندهم، بدهم يدفنوا الميت، بدهم مين يلقنه؟ الخطيب ما موجود، واحد بيناتهم في له دقن، قال له أنت الخطيب لقن الميت. يا خطيب أخي ما بعرفنا، أنت لقن الميت. فأجى الميت لما نزلوا قالوا إيه صبوا عليه اللبن، بدهم يعملوا شاكلية. قالوا يا خطيب ما حدا من قبلك قال صبوا لبن؟ قال لا صبوا لبن، هذا الكتاب. جاب لهم الكتاب حتى إذا نزل إلى قبره وسوي عليه اللبن، هي سوي عليه اللبن، غطيناه باللبنات، غطيناه للأبر باللبنات، هو شو أراها؟ اللبن. هاتوا اللبن، هاتوا سطول اللبن، صبوا عليه لبن. ايش بدهم يطبخوا شاكريه ويعملوا؟ هذا الجهل يا يعني. ومره كنت انا وشيخنا رحنا لعند بعض الاحباب، مريض كان، فلما الشيخ دخل لعنده سمعت الشيخ قال له والله يا سيدي والله قريت لك حديث، لكن شو حديث؟ والله يا سيدي شيء عظيم، شيء عظيم. شيخنا بكل لطافة قال له ابني شو الحديث اللي قريته؟ قال له سيدي الحديث من سد فرجه غفر الله له. قال له ابني شو الحديث؟ قال له من سد فرجه غفر الله له ذنبه. فالشيخ قال له ابني ابي ايش بده يسده؟ بفجلة؟ بجزرة؟ بخيارة؟ كوسة؟ هي بايش بده يسده؟ قال له والله بس هي سيدي ما عرفتها. يا ابني قال له ما من سد فرجه، الحديث من سد فرجة، الفرجة إذا اثنين واقفين إذا بالصلاة بيناتهم في فضاء، تعا أنت سد هالفضاء، هي الفرجة، فالله بيغفر لك الذنب اللي كان بدك ترتكبه بوجود الفراغ في الصف. فالفرجة شو أراها هو؟ بدل فرجة أراها فرجه، وبدال غفر الله له ذنبه غفر الله له ذنبه، ما تقدم منه وما تأخر. إيه هذا إذا كان من الواحد يرى هيك، فالله يحمينا من الشقاء. فلا بد يا ابني إذن للإيمان لا بد لك من مؤمن، حتى تستورد من مؤمن عارف بالله، عالم بشرع الله، عاشق لرسول الله، مطبق لشرع الله. هذا إذا كان جالسته بعلمك التقوى حق التقوى، وهذه التقوى التي إذا تعلمتها حق التقوى منها يجعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا إذا صار صاحب تقوى. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، الله بيسر لك كل الأمور، هذه التقوى. فلو أن المؤمن اتقى الله حق التقوى لأمده الله بالعناية والنصرة أينما وجد، عناية ونصرة. قال الله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، هذا ذكرنا بالمعركة والعدو هازم، قال أنت عطينا تنتين اصبر واتق الله، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة.
هلا لو اجوا فجأة، لو فاجأك العدو فجأة فالله تعالى يمدك. فشو التقوى في المعركة؟ التقوى في المعركة ما نحمل السلاح وننزل. التقوى في المعركة بدك تدرس عدوك، تدرس نقاط الضعف فيه، تدرس أوقاته، إنت بينام إنت بيصحى، تدرس مخابراته، تدرس سلاحه عدته، وتركز على أوقات الضعف يلي بيكون فيها، والقرآن ركز عليها. فأنزل قول الله سبحانه: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. فقال هيئوا الطيارات العاديات اللي بدها تعدو عدوا سريعا بزماننا، كانت الخيل عندهم. فالموريات قدحا، يلي لما بيفتح الاشطمان شو بتعطي من وراه؟ نار. فالموريات قدحا فالمغيرات، امتى بدك تعمل الغارة على عدوك؟ صبحا. كانوا بيسهروا بالليل بيناموا على بكرة. المؤمن بينام بأول الليل بيصحى بآخر الليل، تصحى صحيان يلا. فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا، بيطلع الغبار من هجوم من معركة، فوسطنا به، بدك تصل لوسط الكفار حتى تأسرهم وما تروح ضحايا كتير. لما نمشي على مخطط القرآن ما بقى في ضحايا. فهي هذا تقوى المعركة، هي تقوى المعركة. بوم. يا سيدنا يحيى، بده سيدنا يحيى، يا سيدنا يحيى جيبها بصدره، يا سيدنا يحيى يضربها، هو داير وشه نمدت. هي تقوى المعركة هي. فالتقوى التدريب والعناية وأخذ الأهبة والاستعداد بكل ذلك. ومن اتقى الله حق التقوى أغناه الله وأعطاه الثروة. الثروة تحسن تأخذها من طريق التقوى في بيعك وشرائك. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات من السماء والأرض، هي التقوى، هي تقوى الغنى، طلب الثروة، تقوى مصلحة. هلا في ناس لهلا ما زرعوا، في ناس زرعوا وطلع الزرع. أهل التقوى اللي اتقى من أول شتوية، قلب الأرض عشبها وزرعها، نزلت أول مطرة ثاني مطرة طلع الزرع. في لهلا بقول أخي بركي ما أجيت السنة كذا حتى ما يروح القمح تبعنا تأخر، فإذا تأخر بتأخر عليه المحصول. هذا تقوى. من تقوى الله، من اتقى الله حق التقوى أعطاه الله الحياة الخالدة والنعيم السرمدي. نعيم أبدي، أهل التقوى نعيمهم لا ينفد أبدا. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. بده يعطيهم العطاء الدائم الذي لا يفنى. هي اتقوا الله حق تقاته. وحق التقوى يا ابني مخالفة النفس، أن يخالف نفسه بالإرادة القوية والخشية الدائمة والذكر المتواصل. هذا اللي بده يتقي الله حق التقوى حتى يستقيم في كل أعماله. فمتى صار لك الخشية والذكر الدائم تستقيم أعمالك وتشعر أن الله شاهد عليك في كل أحوالك. هي حق التقوى. ففي كل حال من الأحوال، في كل عمل من الأعمال، الله بصير بك وبعملك وخبير بك وبأحوالك.
فاتق الله أن الله معك. أما التقوى بيناتنا، التقوى بين الخلق، التقوى بين الخلق هو تطهير القلب من الضغائن عليهم. ما يحمل قلبك ضغينة على أخوك المسلم، لا تأثر ولا انفعال ولا انزعاج. لو أخطأ معك سامحه، ولو أساء معك فاعف عنه، فهذا من التقوى. فلا يوجد في قلب التقي غل ولا حقد ولا حسد. حتى لو رأيت إنسانا في نعمة أنعم الله عليه بها لسألت الله له المزيد وأن يعطيك كما أعطاه. هذا اسمه حسد الغبطة. واحد الله أعطاه قل يا رب زيده من فضلك وجودك وأعطيني مثل حكايته. أما ما بتحزه أنه يخرب بيته منين جاب وشلون جاب، أخ لو يصير أنا هذا كله إلي. بيتمنى أنه يصيبه بلاء بس يجي المال كله إله، على مذهب سيدنا موسى اللي حكيناكم إياها. سيدنا موسى رايح إلى مناجاة الله عز وجل، شافوا واحد بالطريق، يا نبي الله لوين؟ قال له والله إلى المناجاة. قال له دخيلك إلي عندك بس طلب واحد، فإذا كان تجبر خاطري بهالطلب. شو الطلب؟ قال له تسأل لي الله سؤال واحد بيغفر لي، إذا بيغفر لي فأنا كل حياتي بوقف إلى عبادته وطاعته. قال له على عيني سؤال بسيط. فسيدنا موسى كلم الله عز وجل من لذة المناجاة نسي، فأوحى الله إليه يا موسى أدي الأمانة. يا ربي أني أمانة؟ أدي الأمانة. مين حملك أمانة وانت جاي؟ والله يا ربي نسي. قال له مين اللي حملك وانت جاي قال لك أمانة؟ اي والله يا ربي. فلان بتغفر له طالب مغفرة؟ قال له بغفر له بشرط واحد. بشرط. شو الشرط؟ قال له الشرط أن يرضى أن يكون لجاره حمار. إذا بيرضى جاره يصل له حمار أنا بغفر له. طيب شو يعني بده يدفع هو حاول؟ لا لا لا، جاره هو بيشتري الحمار بس هو يرضى أنه جاره يصل له حمار. يعني ما فيها شيء. رجع شافه شو؟ قال له لك أبشر، لك الله بيغفر لك وبيرحمك بس بشرط واحد. شو الشرط؟ قال له بس جارك يصل له حمار. قال له إيه ما فشر؟ ما فشر يصل له حمار؟ هو يصل له حمار وأنا ما عندي حمار؟ ما فشر؟ والله ما بخلي له يا لك. طيب أنت شو لحد تتكلم؟ لك الله بيغفر لك بس. أبدا، حسود ما بده جاره يصل له من حسد، ولذلك حرم مغفرة الله من أجل الحسد. فيا إخواني من أجل الفضل الإلهي بدك تعرف الخلق، يا بدك تعرف الخلق ونفسية الخلق، وتعرف النمام، وتعرف الكذاب، وتعرف المغتاب، وتعرف صاحب الأذى. فبدك تبدل، تبذل جهدك تبدل عداوتهم محبة، وتبدل خصامهم بألفة، وتبدل تفرقهم باجتماع ووحدة. إذا فعلت ذلك فأنت اتقيت الله عز وجل. أما إذا أجى لعندك النمام وعم يحكي وأنت سمعت له قلت له أخي ما فشر، هو هيك حكى وأنا بدبره، والله لا أفعل وأترك. أنت لست بتقي ولو كانت لحيتك طولها متر، لست بتقي لو كان له لفة قدها التريا، هذا ما تقي. التقي ما بيفسح مجال لنمام، أنه متى ما جاب لك حديث الناس، فلان حكى وفلان قال، بده ياخذ حديثك للناس. من نم لك نم عليه. لذلك المؤمن ما بيفسح مجال للنمامين. المؤمن ما بيرضى لإنسان يكذب وهو يسمع، هو عم يكذب وانت عم تسمع له. سماعك للكذب
هذا ليس بتقوى، أنه متى ما سمعت هذا إذا سمع، أما إذا بعد ما سمعت منه رحت نقلت الكذبة فأنت كذاب مضاعف. أولا كذبة لأنك ما سمعتها، ثانيا نقلتها، صرت كذاب بحملة الكذب إلى الغير، فهذا ليس بتقيا ابني. فلا تظن التقوى يا ابني أنه بس مظهر، التقوى يا ابني أخلاق، التقوى إيمان، التقوى مراقبة لله. فبدك تعرف حالة الناس فتحسن تغير وتبدل. اثنين أحباب جافوا بعضهم البعض، تخاصموا، بدك تألف بيناتهم، بدك تجمعهم، هي التقوى، خفف حقدا على بعضهم حتى تجمعهم، هي التقوى. أما إذا كان كتيت على النار بنزين بدل ما تقلب بيناتهم شديت العداوة بيناتهم، هذا ليس بتقي وإن كان يصلي كل ليلة 1000 ركعة. فلا تظنوا يا أخواني التقوى كلام أو مظهر. كان الصحابة حكوا للتابعين قالوا لهم إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في زمن رسول الله من الكبائر. من الكبائر، انتم شايفين ارفع من شعره، ما لئيمه هي، يعني ان النبي كانت عظيمه. وكل ما طال الزمن كل ما الانسان بيستهتر بالمحرمات، بيستهتر بالمعاصي، بيستهتر بالخطايا، حتى كانه وليس فيها شيء. هذا نسال الله السلامه، لازم ننتبه من هذا الشيء. فلازم نغير، إذا نغير المجالس، مجالس الغيبة إلى مجالس النصيحة، إلى مجالس الذكر، إلى مجالس الهداية. لو كان زعلان أو امرأة زعلانة فما لازم نفسح مجال للكلام. زعلان خلي زعلك بقلبك، ما تحمل وزرك لغيرك، ما تحمل آثامك للغير. زعلان زعلان أنت الحالة، ليش لحتى أحمل أنا وزرك؟ ليش لتحملني آثامك؟ عمل فلان كذا، فلان سوى كذا، فلان عمل كذا، عمل معك أنا شو دخل؟ عم تحملني وزرك؟ فمن سبته من غير الحديث، وإذا حسنا نبدل ونألف في قلوب طاهرة نقية، مهما أساء الخلق معها تعفو وتصفح، وهذه التي تدخل الجنة على كفين النبي عليه الصلاة والسلام، في من قال النبي عنه أنه من ملوك أهل الجنة. نفس طاهرة بتسامح بالأخطاء، بتسامح بالزلات، إنسان زل أخطأ عصى ارتكب، فالمسامحة هي أكمل صفات أهل الإيمان. في نفوس ترضى وبتغضب، مرة هيك ومرة هيك، في نفوس بتحقد، بتتم دائما في حالة غضب. فالله يجعلنا من أهل الكمال الذين يعفون ويسامحون ولا يؤاخذون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا، حق تقاته، بأن تجمعوا شتاتكم وأن توحدوا صفوفكم وأن تطهروا قلوبكم وأن تجعلوا حبكم لبعضكم حب التآلف والتعاون، هي التقوى، حق التقوى. فهي كل واحد أراد أن يفرق بينك وبين من تحب، أو أراد أن يمنعك عن أرحامك أو عن معلمك أو عن أصحابك، فإياك وإياه، انتبه أن يكون شيطانا. واقرأ قول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون.
شياطين بدهم اياك تتمادى في الغي، تتمادى في الظلم، تتمادى في التعدي. اما المؤمن لما بيجيه وسواس الشيطان يستعيذ بالله عز وجل لئلا يقع فيما وقع فيه الغير. هي نص تفسير الآية، لسه ما خلصناها، حنخليكم مال التفسير إن شاء الله للأسبوع الآتي. اتقوا الله حق تقاته، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل التقوى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. الدروس الحج إن شاء الله ستبدأ معنا في جامع المغربية اعتبارا من يوم الجمعة، الجمعة والسبت بعد العصر في درس للحجاج يلي بده يتعلم الحج العملي والعلمي. فأنا لح أبدأ بدروس، إن لقيت في إقبال كملنا وانتقلنا إن شاء الله إلى جامع أكبر، وإذا لقيت ما في إقبال أبقول السلام عليكم عندي أشغال بروح كمل أشغالي. فدروس الحج إذن إمتى بتبدأ؟ الجمعة الجاية، الجمعة والسبت يومين في الأسبوع نحن نعمل بعد العصر بتوفيق الله عز وجل. عمري 17 سنة وأحب النوم كثيرا، وأخشى أن يكون ذلك من الشيطان، فما الذي يحفظني من كثرة النوم ومن المعصية في النوم؟ يلي بده يحفظك يا ابني حبك، الله يرزقك الحب. إذا عرفت الحب نومك شو بيصير؟ بيقولوا اللي له راس عند الرواس ما بينام الليل. إذا رزقت حب الله أو حب رسول الله أو حب أحباب الله نومك بيصير خفيف كتير. طيب نقرأ تهليلي على روح عبد الله غرة توفى رحمة الله عليه، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله